لا يا تم خمسة طماطيك شيء هاي بتقوى خمسة بتقوى شو هاي ملي فورتين يا عمي عم الدنيا هي ايوه شو كيف عملها هي شو قوص نار بالسما وبعد ولعانة قنبلة مضيئة احكيني يا يحيى شو هيدا شو عملت يا يحيى فرجيني لا بده يتخبى يمكن يحيى شو بده يتخبى قوص نار بالهواء النار بالهواء شفت هيدول اللي بيحكي راسك يمين وشمال مجرد ما هي راحت راسها كان طريقة للزلم دغري قتليته مش مجال يعني وحياة القرآن لك قناصة محترفة شو بدك احلى من هيدا ما خبرك شو صار ما لك شو صار انا قلت لها قاعد الا بتيجي تلاقي تعملي ايه قد ارجع العالم قلت لي اول هاي طلعت فوتت حدا وانا كان معي حدا عرفت كيف وطلعت هي فما اروع او انا بدي احكي هيدا شو اسمه الصب انت ليك انت عارف انه ليك والله نزلت عليك قلب اللي بتعرف اول دقة لعبته قاتل 19 وقف واخد الدقة بتعرف شو يعمل والله انا اللحظة الاولى فكرته هطل يعني لاخر الداء هو معه اثنان ضد اثنان عمل متات وهو بقي مع يعني ضده في اثنان بعد عرفت يوقف حد بده يقوش ويمشي يعني كان انت قلب اصغر زون نحن بنزحف وبنعمل ونداوم انت بعدك باصغر زون عرفت فتحب تنزلنا يا علي ولا مش هون صرنا والله نزال بسرعه الله يسامحك انا عم بدور على شارج يلا ما بقصر عرفت؟ ضيع الكونتينرات بس مش كتير تعلي علي لحتى توصل نعم نوصل بنوصل عرفت؟ قلت له انت عندي هيك شيء صدمني شو 19 واحد ما يعني احنا اربعة هو يقتلهم اربعة اربعة مع بعض ما تفرق معه قلت له انت عندي هيك شيء لإلي أم قال لي لا قلت له حدا عنده إياه قال لا لك في تيم نزل معه تيمان حدا عنده إياه قال لا قال لي أنا من منى سايلي قلت له طيب أنت رفيقة لمنى قلت له منى بدها تلعب شيء قال ما بعرف قلت له أنت رفيقة لمنى قال لي إيه قال لي أنت بتعرفي من هي منى قلت له مين طب عمالي أمي لما اجت حكي لحد قالت لي قلت لها بدك تلعب قلت لها عم تمزح او صارت تضحك قلت لها هيدي انت واساس فتي انت قلت لي ايه بدي العب عشو طلعتي تعملي فوتت لك ابني اللي يلعب معك انا عم بلعب مع رفقاتي حبيبي يا الله وحياة القرآن طلع عمري 35 سنة اشطر من ابني من لعب اشطر من ابني حياة القرآن علم عليا ابنها وقعد تلعب هي كسرين وحياة الله
هي مشحر الشاطرين يعني، مش انه لعب حيلا عرفت، شاطرين شاطرين. طيب انا انه والله صراحه لعب 17 جفت، كيف ما يمشي بيطلع لي جفت. تعال نطلع بالسيارة ونروح على منطقة تانية، لأنه هون في اتنين تيم وأنا قبل بعدني ما فرد نطلع مش آخر. خليني بس اعرف كيف بدي اشيل هالشارج من دينها. يعني رح اخلص. أيوة بلش بس انت تخبي، خلصت بدي 3 مينت. انا بس 3 مينت بتكون مشيت الزوم يلي اللي ساعد. عمري ما كان اجى قتلني هون. شو؟ بقلك لحقني لهون اللي يقتلني، بقلك عمري ما اتخبط حرقت لهون. سماء بتقولي لي جاي يقتلك. هلب هلب. شو معه؟ معه غراض ولا بلا ما انزل عن السطح؟ يا شو حسونة لازم يا يحيى؟ لقيت السيارة؟ انا يعني بالسيارة. خليك محل، خليك محل لأوصل لعند وراك. عم بقوص عند يحيى. بعد بعد ايه عند يحيى. يحيى يلا فيك تحكي. يحيى وينو يحيى؟ Let's go. رأى حالي ما الوصل لآخر شي طلعت صغيرة. خلص جاهزين وصلي من عندي يوم استغنى عنا. لك كان معي 85,000 شارج، حرقوا دينهم اخواتي، حرقوا لي دينهم. بس معك يا حسونة بيقول لي معك وصلة شارج. قل له ايه معي. شو عم بحكي؟ عم بلعب باللعب. هن بيسمعوك هلا اني سامعين كمان. امبرسيف. ايه عرفت الستريت شو اسمه؟ شو اسمه؟ شات. شات. شو شات؟ شات غيرت الشات اللي عندي. ايوه شو في شي جديد يعني؟ ايه كيف زي ما بموت. فيش ماي، فيش ماي، روح. ايوه عم مش عارف شو في رايد. ايه هلا قتلتكم؟ هذا بده يشتري شي جافت. فيني هون افوت على هيدي ولا مش بعت هيدي؟ هلا انزل لك انا. والله فيش مواعي، كفي فيش مواعي. مواعي بخط عام بس للاسف. ليك 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 مثل الوالي شفته وين؟ انا عم اقوص هيك بالجفت عم بتسلى. على فكرة قالوا لي بدي اقتل 25 واحد بالجفت، وانا الجفت اكره متضيق اني اموت فيه. كيف بدي اعمل هاي المباراة؟ بدي 25 واحد. بدي اقتل عندي ماشي انا اقتل 25 واحد بالجفت. ليش كيف تزبط معي؟ ما بعرف. شو بعرفني هيك اني بده باللعب. ايوه هو وقفي هون، وقفي هون، وقفي وقفي. امبرسيف. ايوه خلينا نروح على النهر هون. شو اسمه نقطع الطريق؟ وقفي وقفي. نعم بدي وقف هون هون وقف. خليني بس لاقي لي شي سلاح بيقعد بيه. لحظة، ما هذا بيت صغير شو بدك تلاقي فيه؟ كلا مو خلينا على الوسط. طيب مثلا هيدي شنطة مصاري دعم. خلينا نروح منطقة نقدر ناخد فيها كل هي. ماشي بس إذا ما نروح على منطقة ما نروح على ليه ما لنا شيء؟ ما في شيء. يلا اطلع. لقيت درع. لحظة بعد في بس هذا البيتين. بطل
يفتح الباب قال له لقينا جفت العام حريم شفوتي. اطلاق يلا جيت فشي وين كنت؟ اطلع يا يحيى يا حبيب النفس يا اخي يحيى، لك انت كبير يا يحيى. يلا سام بهوس عليك يا وصلت يا معلم. طلعت اخته كمان بتلعب على تليفون امه. كمان عائلة متكاملة يعني عائلة ببجي يعني. ايوة قلت له بس اعطيني الوصف كيف قنعت لامك تلعب، وقلت له اعطيني الوصف كيف قنعت تلعب، قالت لي بس فيها شوية فيديوهات وهيك. ساعتها بتعرف هي وبتصير تحب اللاعب اني ببجي يعني، مش حتيجي تشقف. Get to the safe zone. Get to the safe zone. يلا يلا enemies ahead. هذا يا يعني بلشت تطوطح السيارة. عم بيحطوا لي إعلانات ليش؟ وأنا كمان تليفون أمي في إعلانات. تليفوني ما في إعلانات، ما بعرف ليه. لو أنا بروح على بوشينكي. لا ما تروحي على بوشينكي هلا، بكون فاضي هلا. يا ريتك نزلتنا بوشينكي يا زلمة، أنا بعتذر. شو عارف عاملين لي فولو؟ ما أنتوا عملتوا لي فولو بدون ما تقولوا لي. والله أنا فتحت الجرار وحط التليفون وعم بشتغل عم دور على شارج. انزلوا هون، فوتي هون، فوتي هون. بحس إنه في ريحة أحلى العجين. هيدي ريحة وأخيرا لقيت كار شكلات أنفار. والله مبسوطة بحالي لقيتي أنفار. بدنا نشتبك وعندك مش عنا وراء عنا على شو اسمه اللي ساعة بياخد بلقوة قصص بقلب شو اسمه من الأرض. حزر شو كملت العدة تبغلت الأنفار كلها. هلا بس أخدتها اكتملت. عاد في عندي يا الفلاش يا الكيتن إذا حدا بيحب يعطيني يعني مثلا. يعني جاي أخذ منك الأنفار. هاي شوف شوف بضلني على الفرن. طبعا بعطيك جفت. طب ليش يحيى مش عم يحكي؟ فوتينا أنا يحكي. ها؟ عيط على يحيى خليه يحكي. يا يحيى يا سيارة إجت، يا سيارة إجت وقفت كمان. يلا وين نطلع ندمرها؟ وين ماري وان بي ان؟ وين فوق على الزمن؟ شو منا فيها فوق عن جبل يا زهراء؟ وقفت فوق طوقنا يعني. وقفت يعني هذا مش تكبينا مرصوص 45. هي إذا عم تكتب بالعربي هذا الجيم اللي عدنا طيب محمد عرب فما فينا نقرأ منك شيء. شو تودي فيه لحينا؟ أهم خذ لك خلصنا. لقيتهم خمسة طماطيك شي يعني. ايه بتقوص خمسة دقوبة. شو هاي ميني فورتين يا عمل عم تدلني هي؟ ايوه شو كيف عملها هي؟ شو عمل هو
أسمار بالسما وبعد ولا هاي قنبلة مضيئة. احكيني يا يحيى، شو هيدا؟ شو عملت يا يحيى؟ فرجيني. لا بده يتخبى يمكن يحيى. شو بده يتخبى؟ قوص نار بالهواء، النار بالهواء. أول مرة بشوفها هيدا، مش عارفيني أصلا أوصل لعندي. شو هي؟ لك قوص بالهواء نار بعد ولا عادي بالسما. والله ولا عادي عندي. أيوة هي. هي نزل الدروب عندنا. نزل الدروب فوق راسي. تعال يا قلبي تعال. تعال يا قلبي. أنا بدي الدرع. شو بدك يا حسن؟ شو بدك؟ أيوة حلو وجهي. ليش منزلينه هيك؟ ما فهمت. لأنه أنا تحت منه كرمال هيك. أنت بعدي عم بدك ما تدقش فيه. يا عبش الصناديق اللي هونيك، يلا. بدي آخذ القناصة إذا كانت موجودة بس. بعده ما تحت ما ينزل عليكم بعده. يلا بسرعة ظبطوا فيه. هيا هيا. ياها يا يا مين اخذها؟ يحيى اللي اخذها. ما تركوا شيء، استفروا من كل حالكم. يحيى اللي اخذها يا زلمه. ام 16؟ شو بدي بالام 16؟ هاي التحديث الجديد. بدي اطلع بالسياره. شو عم بيصير معك؟ عم توقف عندك كانت، ما ملاحظ؟ لا ما بينت عندي شيء. عندك كانت عم توقف. يحيى يلا اطلع يا يحيى. ليش حاطط على الشمال؟ ليش ما عم توقف على قدامه؟ اسمع شوي بس ثانية، شو كنت عم تقولي له؟ لما بتطلع على قدامك. شو لما بتطلع قدامي؟ عندك معلقة مش عندي. يحيى هي مبين عندي عم بتطلع على قدامك. انت عم بتطلع على الجرح. شو هلا بين؟ هيدي لأنه بتكون معلقة عندي. هيدي لأنه عندك انت مش عندي. عندي عم معلقة عندي. قبل ما تمشي الزون كان انت فيك قبل ما الحد عم وقفت انت بأرضك وقعدت تركض على ثلاث مرات. المهم هلا انه مشي حالها. I need a gun. فوتي على المطبخ جيبي سكينة بدك سلاح. حبيبي يا يحيى روح لنفال العجية. عاشق هون منيح. صرت بأصغر زون. أنت صرت بأصغر زون. عارف بأصغر زون يعني عم فل من دينا، يعني عم ببعد عن حواليا. ليش أنت رايح لعندهم وقف 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 وقف؟ لا هلا بتشوفي وين بوقف. أنت شو بدك من المصلح؟ زي اللينا يا حب، روح لنبلش فرم بالعالم. I need a gun. Quiet. ألو صوت هيدا. أيوة هيدا خد القناص اللي عم بدك عنها. شو طبقة وحدة بتسبته للواحد ميت؟ إن شاء الله يكون معه قد ما بده راسه. قلت لي نشوف إذا في حدا حدك أنت يا علي. لا ما بعتقد في حدا. حدا شو في عندك عم بتعلي؟ عن جد؟ حدا بالبيت، حدا بالبيت بالبيت الشباك، طلع بالشباك. هي ليه مسكرة هيك عندك؟ ايوه شو مسكرة؟ في عندك انت حدا هون؟ ليه مسكر عندك؟ شو اسمه؟ هات لي فرجيك. مسكر. فهمت عليك كيف مسكر، هلا فهمت عليك. مسكر السكوب عندك. زيت على ميلة الاس.
شو اسمها هيدي على 210 بقلب البيت، منه مبين عليه. يحيى، البيت اللي كنت انت عم بتشوفه لونه ازرق، بالبيت اللي انت كنت عم بتشوفه لونه ازرق، البيت اللي على يمينك مظبوط، في بيت بالنص لونه ازرق هو على الطابق الثاني عم بقوس من الشباك على الشمال. دقش بالتليفون من الشباك حسونا. انميز اهيد، وفي واحد حده لعلي كمان بقالك عم دقش. شو هيدي الانميز؟ اوس اوس اوس، يعني في انمي بالمنطقه، في هونيك انمي. يا عمي بشوف واحد على بعيد بس قمص بيختفي. شفته بقلب الشباك؟ ليه ما انت مسكر عندك السكوت مبين لونه اسود. يحيى روح لعين يحيى، في حدا حده هوني هوني ببوجك 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 يا علي، انت هلا عم تمشي مكشوف لعلو. اتخانقوا عند الدروب، هون بلشين اقواس ببعض. ايه شفتوا الواد اللي قاعد بالشباك؟ ركاد يا يحيى ركاد، مشي في الزام. تعال نطلع على التل يا يحيى لفوق. ليتس جو. عند الدروب، كلهم عند الدروب هون. ليش كل ما عم بتحط السكوب عم ببين عندي لونه اسود، ما عم بقدر اشوف شيء؟ لأنه هيدا السكوب ستة، هيدا او اذا سكوب ستة ايه السكوب ستة، سكوب ايت عم شوف منه. ايه السكوب ايت غير. ايه شو خلص ما فهمت؟ انا مش فاهمة بس ما عم سكتك يعني. اوكي هلا بيجي حال ايوه شي خشرة حدك يا زلمة، قوس على واحد واقف. لا هيدا واحد غيره، دلو 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 لا شو، واحد فوق واحد فوق عم بيقمص عليك، في واحد فوق بعد ما كفى الحكي. خبط 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 خبط، حرق سماي ما عادش لحق اتخبى قتلني. خبط يحيى ارجع على 195. شايفهم يحيى يحيى سقطهم يحيى، بعد يا يحيى في حدا يا يحيى بسرعة، طلق سيارة. يا ريت لو بصيروا قراب علي. ايه تعا تعا طعمي بكاسات طعم. سقط أروع يحيى، قوس قوس يا يحيى هون قتلتهم. شو قتلتهم؟ فرجيني من وين يحيى عملوا النوك. شفت هول اللي كنت انت عم بتقوس عليه تحت؟ يحيى طلعوا اربع عمل له نوك. عم اقول لك حطولي انه قتلت اثنين هول اللي كانوا عند السيارة. يحيى وينه يحيى؟ يحيى عجل وينه؟ السونا ما عادش تعزز حد. لا 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 هي طلع 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 من لا بابا طلع يو. اوف يحيى اوف اوف اسأل الزوم اخر شيء. يعني يحيى هلا حدك من الطرف الثاني، هون كان في اربعة قتلوا يحيى حلو، طلع منهم اثنين بالسيارة اللي عندي قتلتهم كمان. لا ما هيدولك يتم غيرهم، لهو هو اربعة ما طلع من الزون ده. لا طلع هي حدك، هي في واحد فوقك، في واحد فوقك على الشجرة، في واحد فوقك على الشجرة على الان دبليو. هي ايه 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 عباد، لا يمينك 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 واقف يمينك يمينك. قتلته من جد؟ ايه حد دمك بعد، في حدا غيره كمان ورا الشجرة، بعد في اتنين. تحت تحت يا علي، ايه هون بالظبط السيارة. شي صارت ماي عندي. يحيى قوم قوم.
امشي من الزون. اه معجل مشيت في الزون. مشيت يا مش حرق اذا نبت ولا لا ما بنلحق. احنا قراب وين قراب وين زفت والله يلطولك من فوق يا عيان سلامة. يلت عيانا صرنا بقلبه يمهم ما ينقذنيش بس يقتلني انا بقى انا بموت. Impressive. هيداك لا مش هيموت بالزون. هيداك قاعد بقلب الحشيش هلا. لا هيداك اللي كان عم تقوصوا عليه قصدي. قتل هيداك مات قتله يحيى. ايه انا عم اقول لك بالزون هيموت بالزون هيموت بالزون مش مجال. طيب انا حبيت قلب الزون قوتو قلب المسك. اوه دار الصرخ فيي. ايه هي فوقك يا يحيى على الان يا يحيى. لا 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 خليك عندك خليك عندك خليك عندك. يقتلني انا ما بدي. شو بدك في يقتلني بس انت يا يحيى جنبك. قتلوا يحيى. لا وانا حرف الان كان امبرسيف. بعطي 14 ثانية للزون انتبه. ايه يا 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 لقطوا يحيى لقطوا. عبي عبي دعم عبي دعم عجل وشرب لانه بتمشي الزون عجل. مشيت 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 ما بيقصر ما بيقصر. هي قتلوا صابوا بالقناصة بس صابوا بالقناصة على فكرة كتبوا له نار عم ربحوا لأنه هداك لأنه هداك هيدي قاعد ليحيى بس لأنه هداك بعده مش هداك بعده مش ميت عم ربحوا لأله. ليك عشرة كيل ليحيى وأنا ليك كل واحد ثلاثة.